المطبخ ماشي حاله، ما هيك؟ طبعا بده شويه شغل، بس يخلص رح يصير كتير حلو. ما شاء الله كبير كتير. طبعا هون رح تجوا تطبخوا اكلاتكم الطيبه. ان شاء الله هون رح يصير لكم لحالكم. تعوا شوفوا. عم بقول تعملوا هالغرفه غرفه نوم، انا حاسه كتير ناس بتكون لكم. واسعه ومريحه. شو سليمان بتزبط ما هي؟ بلا، رح خليهم يجهزوا هاي الغرفه مشان بشير، حابه انه يكون قريب منا هون. كنا بنتمنى هالشي. بس اذا بتريدوا لا تقولوا هيك، بشير رح يطيب ان شاء الله. يا ريت لا تبكي قدامي ولا تخليني اتضايق. بدك تعطيها الغرفه ما؟ ايه شايفتها كتير حلوه ما؟ طبعا كتير منيحه لانها مهوايه. ايه كنت بدي اتصل برنين بس نسيت. انتو شوفوا البيت وانا راجعة. ماشي. روح على البلكون، طلتو كتير حلوة. ماشي. الو رنين، شو اخبارك؟ انا كتير مبسوطة. وينك انتي؟ لساتك بالبيت؟ ايه انا ببيتي. مقهورة كتير، ما عم تقدر تتقبل انه مرض بشير رح يموته، وانت التانية بس تنجاب سيرته دغري بتدمعي قدام البنت، عم تخليها تنقهر. شو بعمل؟ قلبي ما عم يتحمل، وانت كمان بتعرف بشير كان مثل ابني. سبحان الله، هلا بلا كلمة كان، وحاجتك تفاولي على الزلمة بقى، عم تحكي كأنه المسكين صار مانو موجود. أنا بس خايفة تجي هديك الأيام ويروح، شب مثل الشمعة عم يدوب قدامنا مانا قدرانين نساعده. الله يشفيه ويحميه، شو فينا نعمل يعني؟ سليمان، قصة المفتاح اللي حطه عندك أمان كتير عم تشغل لي بالي. شو رأيك نقله لعدنان بيك بركي بيتصرف؟ يا الله، هلأ لو بشير بده إياه يعرف كان قال لي. بس صدقني لازم يعرف يا سليمان، هالولد عم يخبي شغلة كبيرة، رح يموت بإرادته. بركي إذا عدنان بيك تولى الموضوع رح يقدر ينقذ حياته. شو بيعرفنا؟ أنا والله خايفة بعدين نندم ونقعد نلوم حالنا ونضرب على راسنا. أنت كيف قادر تتحمل هالمسؤولية؟ بس فهمني. أنا مو حامل لا مسؤولية ولا شيء، وأصلاً أنا ما استنيت مثل ما بشير قال لي، عطيته للميس خانم بسرعة. بشير قال لي هي بتعرف شو بدها تعمل، وخلاص هي رح تعمل يلي بده إياه. لا يكن لك فكر. الله يكون بعونها هي الثانية. يلا هاشتك لا تزعجيها لنهال. ما شايفتيها قديش فرحانة ببيتها وعم تخبر كل الناس عن هالشي؟ لا تعكري لها مزاجها بهاليوم. ما بدي ضايق سهيلة وما بدي زعلها لنهال، رح اطق قد ما قلبي تعبى وقد ماني زعلانة. انت بتعرف قديش بحبه وبعتبره مثل ابني، والله يا سليمان كأنه في غصة بحلقي، والله رح اطق. يلا تعي نتفرج على البيت، منشان ما تقلنا نهال ليش لساتكن واقفين هون. Mm-hmm.